روحوا لحاجة واحدة أخرى. وين نروحوا؟ معالي الوزير وين؟ لا لا نروحوا إيه معليش. قال لي أمين مسوج وين نروحوا؟ نروحوا للسيسي. السيسي المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف بالراحة. البارح كان نشاط في السيسي قامت به وزارة السكن والعمران والمدينة وهو على رأس السي طارق العريبي اللي نحيوه. السي طارق العريبي صراحة مسؤولية كبيرة راه يقوم بها وراه هو والإطارات اللي معاه. والسكن جماعة يعني تقريبا السكن هو مشكل أي جزائري عنده مشكلة على السكن. أي جزائري صراحة 40 مليون قاع اللي تهضر معاه يقول لك راني في الضيق. إلا ماشي هو في الضيق يقول لك وليدي وليده في عمره عامين هذا وين زاد راه يتقمط يخمم له على سكنة. راني في الضيق ندبر له سكنة أفطر واه لا ديال البي بي ام بي ا لال اس بي منا البروموسيونال هاي هاي. المشكل تاع السكن مشكل عويص والدولة ما ننكروش راهي قائمة بالواجب. والحظائر راكم تشوفوا فيها والتجديد وملايين السكنات راهي تسلم صراحة صراحة يعني الدولة تاعنا ما قصرتش وراهي قائمة. كاين أخطاء وكاين سلبيات حنا ساعة ساعة ننبهوا لها السلطات على رأسها السيد الوزير المسؤول على القطاع ننبهوه. وكاين صراحة كاين تجاوب أنا نهضرها أمام الملأ ربي راه يشهد عليا. هذا الوزير خطرة كلمته جات فرصة التقيت به في ولاية تسمسيلت هاو مازال بالحياة هاو مازال بالحياة. التقيت به في ولاية تسمسيلت في زيارة سلام سلام معالي الوزير أنا ما واش راكم لاباس لاباس. قلت له معالي الوزير أنت راك في ولاية تسمسيلت راه كاين ملف تاع لا ديال في تسمسيلت راه حابس عنده سنوات. قال لي شوف يا نوي نوعدك باللي يتحرك في أقرب وقت والحمد لله في ثنية الحد في تسمسيلت هذاك يعني ماشي لازم نتكلموا على المشاكل في التلفزيون ولا في الاخر باش يتحرك السلطات. انا نقول الوزير راه يقوم بدور جبار هو الإطارة تاعو والحمد لله احنا ما عدناش شك فقط احنا نفوتوا الرسائل. اليوم قلنا البارح في السيسي الوزير دار لقاء تكريمي للمهندسين واعطيني لنا نسمعه. الان وبعد التخفيف من حدة ازمة السكن بشكل ملحوظ حيث تم إعادة إسكان الملايين من العائلات في سكنات لائقة توجب الأمر إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة والبحث عن الجودة في مجال الإنتاج العمراني في إطار التنمية المستدامة. إننا اليوم نفتخر بكم أنتم المهندسون المعماريون الذين تبدعون الفائزون منكم والمجتهدون. إنكم تعبرون عن ثروة لا تقدر بثمن بل هي ثروة الجزائر التي لا طالما كانت راسخة بفضل أبنائها. ولا احنا هنا الوزير قام بتكريم المهندسين المعماريين كما راكم شفتوا البارح في وسائل الإعلام. واليوم احنا نقولوا باللي الدولة والقطاع راه رايح للكاليتي للنوعية 2022 راح تتطور الأمور. فقط أنا حبيت نلفت الانتباه احنا في الوقت اللي نشكروا السلطات وعلى رأسها السيد الوزير طارق العريبي والإطارات اللي معاه اللي راهم واقفين. فقط احنا كاين رسائل المواطنين احنا ما يقصدونا الرسائل نبلغوا الرسائل. احنا هنايا في لاديال وهران كاين ناس داو السكنه تاعهم كاين اللي لقاو حوايج ناقصين. يعني صراحه احنا راح نفوتوا الرساله ونحاولوا كيفاش نعالجوا القضيه بطريقه احترافيه وعقلانيه وموضوعيه وحقيقيه. اطلق يا جماعه شوفوا شفنا اليوم بس. هنا كاين زوج مواضيع باش نربحوا الوقت موضوع في لا دروات وموضوع في لا كوش. يهضر لا دروات ويهضر لا كوش. في زوج مواطنين عندهم سكنات في لا ديال هذاك يهضر من بعد يهضر الاخر من بعد يزيد يهضر من بعد يهضر الاخر ومن بعد يهضروا في زوج ومن بعد يهضر النو. يطلق تيحا يا جيت بسم الله يا ربي او الباب مبلع مبلع بوسه ها الله يبارك حاسه كنتي اللي عطاوها لي اللي عطاتها لي اديال هذه قضية اللي راهم يقولوا لك تاع 600 مليون غادي نوريكم باللي هل هذه ماشي كارثه هذه راه في الدستور مانيش عارف انا هادو دونك غادي نوريكم راك تشوفوا دار الدستور هنا دار الدستور راه تكشر كيما البنتوره حتى قزوجه تاع الشمره ما كاينش. فوالا هنا المواطن هذا اللي منه ومواطن هذاك اللي من هيه في وهران يعني في وهران على بالكم باللي وقيل 20000 ساكنه سلمت في القطب تاع احمد زبانة 20000 سكن راه يقولها غير لسان صارف. كاين بعض السكنات اللي فيهم مشاكل كما راكم تشوفون هذا الفايونز لا دال دو سول يطير هاي اللي على اليمين لا دال دو سول سي بن عربي سكنه لا دال دو سول يطير
تطرطق الطير ها صاري لا لا 600 مليون هذه هذه صالة 600 مليون لا هذا الفيديو الاخر هذا جا السكنه تاعو في الريتشوسي الله اعلم مش لافابو لا جا السكنه تاعو لقاها مخروبه كاع لقى الديبان طايرين لقى التواقي طايرين دوكا هذه افير الله اعلم تاع سرقه لانه ما شكيتش انا بلي لا ديال ولا تمد ساكن هكذا تمدوا هكذا بلا ما كاش منها ما شكيتش شوف عندك الحاجه غير هي هذه فوالا شكون يعوض روحي 600 مليون هذه راك تقول انت 600 مليون هذه تاع وهرم وقطب العمر هذا الشهيد احمد زبانه فوالا راني لقى فيها فيديو كلشي هم يهضروا في زوج دوكا هما يهضروا في زوج يهضر النوم دوكا جماعه هذه حقيقه حنا مبينوا باللي السلطات راهي تبذل في جهود السلطات تبذل في جهود والجهود تاع الدوله الجزائريه كاين ما يقدر ينكروا حتى واحد هكذا ولكن كاين نقائص نقائص تكون هنا وهنا وهنا حنا واش نديرو حنا يتصلوا بنا المواطنين المستفيدين حنا نبلغوا الرساله للمسؤولين وعندنا يقين باللي المسؤولين يتدخلوا المسؤولين يتدخلوا دوكا هنا النداء للسيد المدير العام تاع الوكاله تاع الاديال راه عندك خلل كاين سكنات راهم لقاوهم مواليهم ناقصين في زبانه احمد زبانه على بالي باللي الناس بزاف توسي من هابط ها هذا سيدي نداءات برك ها ها احنا ماذا بينا تدخلوا ماذا بينا تدخلوا هنا في زبانه في وهران وهران في زبانه صح انا نكمل واش نقول هذا الشيء اللي وصلنا ليه علاه باش نصالحوا بعضنا علاه وصلنا هذا الشيء لانه كاين مشكل تاع اليد العامله اعطيني اعطيني امين اليد العامله هاوليك هنا موقع تاع الاديال اعطيني اطلع خليه يمشي ها موقع تاع الاديال العمال شكون العمال شوفوا العمال شكون شوف عمال خاوتنا افارقه احنا ما نهضرش ما احنا خاوتنا افارقه راهم عايشين في الجزائر على العين والراس والجزائر الحمد لله كما راكم تعرفوا الناس قاعده تعرف فقط القضيه قضيه تاهيل هل اليد العامله اللي راهي تخدم في الشوانط مؤهله ايه ولا لا لا اليد العامله اللي راهي تخدم في الشوانط مؤهله ايه ولا لا لا انا حبيت ننبه السلطات باللي الغش في الانجاز راه ماهوش مسؤوليه تاع الوزير الوزير دوكا تلقى الفايونس طاير تاع الوزيره طارق بالعربي ولا كاب الفايونس ولا المدير العام زيتونيه واش شكون هو اللي كاب الفايونس هي راهي بالعميره قاره كاين ما نعرف شحال من 100000 سكن ومانيش ندافع على حتى واحد انا كيما هضرت على المواطن اللي راه مغبور قدارو معوجه ثاني المسؤول عنده حق عندي الوزيره يبذل في جهد راه يبذل في جهد المدير العام يبذل في جهد راه يبذل في جهد صراحة كاين تقصير كاين تقصير كاين أخطاء كاين أخطاء من بينها اليد العاملة الغير مؤهلة لا مون دوفر نون كاليفي أنت تجيب لي واحد في حياته ما خدم الفايونس في حياته ما خدم لادار دوسول تعطي له كيما يقول لك يتعلم الحفافة في روس ليتامة يتعلم الحفافة في روس ليتامة يجي باه يخدم نقولوا ماون دوفر يطلع ويهبط ويشرح يحمل مش يطلع ويهبط طلع هابط لا لا يطلع ويهبط سلعة معليش بصح باش تعطي له خدمة تاع الميتي تاع الصنعة فايونسور ودال دو سول والدنيا لا لا نو هنا نلقاو هذا خلل يا جماعة لازم تتنبهوا ليه احنا رانا هنا باش ننبهوكم فوالا هذه هي جماعة الخير نعاود نرد النداء للسيد المدير العام تاع لاديال راه عندك خبيخبة في لاديال تاع وهران ماذا بينا تحركوا لها في أقرب وقت هطلق يا حم أمين